عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. فيوم السادس من يناير كانون الثاني عام 1975، صدر عدد خاص من مجلة الشبكة عن الموسيقار فريد الأطرش بمناسبة رحيله الفاجئ، ولقد رفعت منه بعض المقالات في كبسولات سابقة علاوة على قصيدة شعرية تجدون روابطها في صندوق الوصف. ومن مواد العدد لمن فاته الاطلاع عليه، إليكم مقالا أخيرا بقلم الراحل مجدي فهمي، وهو بعنوان نغم في حياته تحول إلى حزن في حياتنا ولحظات مفيدة وممتعة. تهدج صوته، خفت كأنه صادر من ترانزستور ضعفت بطارياته، وارتعشت جفونه مع كلماته، فقد كان الحزن يشد الأولى إلى الآخرة وهو يقول: لن أحتمل بعد اليوم أن تنام زوجتي بين أحضاني ودقات قلبها لإنسان آخر، كنت من قبل أحميها وهي اليوم قادرة على حماية نفسها، فراقي عنها سوف يشقيني ولكن يكفيني منه أنه سوف يسعدها. وعلى ورقة شاحبة أرسل إليها قرارا أخيرا: إني أمنحك حريتك، فالحب عطاء وهو تضحية، وتدوي القاعة بالتصفيق، وترتفع المناديل في الظلام تسرق من العيون فيضا من دموع. الكلمات لم تكن مجرد حوار في نهاية فيلم، بل هي كانت وصية سينمائية في نهاية فنان، وصية القلب الكبير الذي عاش الحياة حبا وعطاء وتضحية، وكبر القلب وكبر حتى لم يعد في مقدور صاحبه أن يحمل واقفا، وتلفت حولي فوجدته مقعدا شاغرا، وغادرت السينما وسكين الحزن يقطع قلبي، فقد كانت المرة الأولى التي أحضر فيها فيلما لفريد الأطرش بدون فريد الأطرش. مثل الحليب يغلي بسرعة ويفور عاليا ثم يعود صافيا أبيض أكثر نقاء، هذه أصدق صورة لقلب راحلنا العزيز وفقيدنا الذي لن يعوض فريد الأطرش. ربطتني به صداقة عمر كادت تصل إلى ربع قرن من الزمان، فقد عرفته منذ اللحظات الأولى التي دخلت فيها دنيا القلم، ولكنها صداقة متقطعة مثل التيار الكهربائي العالي الضغط، كانت تتخللها فترات غياب، ولا أقول خصاما، ففريد كان يحب من كل قلبه ويكره من حواشي قلبه فقط، ينذرك بالقطيعة والخصام لأهون سبب وأبسط خلاف، فإذا ما التقاك بعدها ضمك إلى صدره فتشعر أن في الصدر الذي احتواك حب الدنيا كله، ويبتسم وتبتسم وتتبدد الغيوم في ثوان وتشرق شمس الصداقة من جديد. وكان من عادته أن يتصل بي تليفونيا وإن أت بيننا المسافة وتباعدت الأيام، ويقول لي بصوته الذي تتعشقه الأذن حتى بلا نغمات: بكرة أنت محجوز يا أستاذ. وأسأله ببساطة: فين؟ فيرد: سينما ديانا طبعا. وأرافقه إلى الدار المفضلة لعرض أفلامه، وأظل إلى جواره ألمح القلق على وجهه في عتمة السينما، ففريد كان مصابا بعقدة الخوف من الكاميرا أو الكاميرا فوبيا، وكان هو يعرف هذا عن نفسه، لذا كان حريصا دائما على أن يصف نفسه بأنه مطرب يؤدي دورا يحمل أغنياته إلى الناس. لم يدعي أبدا وهو النجم الأعلى أجرا في السينما العربية كلها، فقد دفع له استوديو مصر 10,000 جنيه عن أول أفلامه انتصار الشباب، قفزت إلى 30,000 في آخر أفلامه لمؤسسة السينما المصرية زمان يا حب. لم يدعي فريد أبدا أنه ممثل كبير، وهو تواضع منه ودرس يستحق أن يلقن لبعض الناشئين الذين يختارون الألقاب العريضة قبل الأدوار الجيدة. وقبل نهاية الفيلم
كان فريد يتسلل إلى غرفة مدير السينما حسان ويظل ملازما لها حتى يطمئن إلى أن الناس انصرفوا، فيخرج من باب خلفي وأعود به في سيارتي المتواضعة، في حين يقود سائقه الطيب الذي لم يتخير أبدا عن محمد سيارته. وكثيرا ما كانت الجماهير تهجم حتى على السيارة الخالية بحثا عن فريد لتحييه. وحدي في الظلام. وكانت هذه مرة كئيبة، فقد دخلت دار سينما ريفولي وحدي، جيراني الأحزان والدموع الخرساء والعيون المحمرة، الجو غريب كأننا لازلنا في بيت الطائفة الدرزية، حيث كانت اللحظات القاسية لحظات الوداع الأخيرة. الناس لا تبتسم ولا تبدو عليها سعادة، بل لهفة لرؤية صورة تتحرك بعد أن جمد الأصل إلى الأبد. وبدأ عرض نغم في حياتي بالصورة الأفضل لفريد، فقد صاحب مقدمة الشريط عزف للموسيقار الراحل على العود، والمعجبون يتعشقون مداعبات الأصابع الساحرة للأوتار كالبركان علت صرخة جماعية آه يا فريد. ثم تتابعت الأحداث في الفيلم الذي أخرجه بركات واقتبسه يوسف جوهر عن رواية فاني للكاتب الفرنسي الأشهر مارسيل بانيول. بطلة القصة حنان ميرفيت أمين، طالبة جامعية حصلت مؤخرا على الليسانس في الفلسفة، فقررت أن تمضي إجازتها الصيفية إلى جانب أمها دولة ليلى كرم، وهي لبنانية اقترنت بموزع موسيقي مصري اسمه كامل سلامة إلياس، ثم افترقت عنه فعادت إلى وطنها لتدير متجرا في منطقة سياحية، وبقيت وحيدتها في كنف الأب حتى تخرجت. وحنان لا تحب لبنان وحده، وإنما أيضا ذلك الشاب الوسيم الذي يعيش على أرضه حسين فهمي، وهو ابن رجل طيب يدعى سلامة عدلي كاسب، يملك مقهى يديره بنفسه بمساعدة الأب، ويصارح حسين حنان بحبه، ثم يفاجئها برغبته في السفر إلى البرازيل بحثا عن فرصة أكبر للرزق، وتحاول حنان أن تثنيه عن عزمه، فلما يتراجع ترتمي في أحضانه، وفي غمرة حبها وهنائها تمنحه كل شيء، ولكنه يسافر وتبدأ ثمرة الإثم بالتحرك في إحشاء حنان، وتحاول الانتحار، ولكن صديقا نبيلا للعائلة هو الموسيقار ممدوح فريد الأطرش ينقذها. وعندما يقف على سرها يرى السترة الوحيدة في أن يتزوجها ويمنحها اسمه وعطفه وحنانه، وعندما تنجب يرعى ابنها وكأنه من صلبه حتى يعود الحبيب الأول ويحاول استرداد حبه وابنه. ويضرب ممدوح مثلا في التضحية، فينسحب من قصة كان بطلا دخيلا عليها، ليترك للبطلين الحقيقيين حرية تقرير مصيرهما المشترك ومصير ابنهما معا. شحوب النهاية الأليمة. نغم في حياتي لا ينقد، إنه فيلم أصبح وديعة في عنق التاريخ، وما راعني في الفيلم هو ذلك الشحوب في وجه فريد. كل لمسة مكياج كانت تخفي أو تحاول أن تخفي حفرة زمن سبقت أوانها، عيناه فقدتا بريقهما المعتاد، ابتسامته تلاشت أو كادت، ملابسه بدت على ضيقها واسعة عليه، شيء واحد لم يتغير فيه صوته، لقد ظل له نفس الجرس الحلو ونفس الرنين الذي يمس القلب، وشيء زاد عليه ذلك النكران الحلو للذات. فقد كان في الفيلم يعطي بسخاء ويأخذ بمقدار، يعطي شلالا من حب ويكتفي برذاد من حنان. وفريد هو الذي اختار دوره الأخير تماما كما اختار أغلب أدواره السابقة. والذي لا يعلمه الكثيرون أن الموسيقار العزيز الراحل كان يحتار كثيرا في أدواره، لأنه كان يشترط أن يكون في كل منها المغني الملحن، رفض أدوار الأطباء والمحامين وغيرهم، وكانت حجته
الناس لن تقتنع بي إلا مطربا. ومن هنا كان يساعد مخرجي أفلامه بالبحث عن القصص بنفسه. كان معجبا بمطرب الفرنسي تينو روسي، لذا اقتبس أحد أشهر أفلامه نابولي ذات القبلات الملتهبة في واحد من أفلامه الأولى. وكان يفضل عادة الأفكار الأجنبية التي يمكن تمصيرها أو تعريبها. إن رسالة غرام الذي مثله أمام مريم فخر الدين مأخوذ عن رواية تحت ظلال الزيزفون التي ترجمها المنفلوطي إلى العربية، ورسالة من امرأة مجهولة بطولة لبنى عبد العزيز مقتبس عن قصة لستيفان زفايغ. عهد الهوى بطولة مريم أيضا ليس إلا تضمينا لقصة ألكسندر ديوما غادة الكاميليا. وزمان يا حب الذي مثله أمام زبيدة ثروت فيه إعادة لفيلم عودة سبتمبر الذي أخرجه روبرت موليغان ومثله روك هيدسون مع جينا لولو بريجيدا. والفيلم الأخير هو واحد من أضلاع ثلاثية مارسيل بانيول الشهيرة ماريوس سيزار فاني، وقد سبق للشاشة أن قدمتها بعد المسرح. فأخرج ماريوس ألكسندر كوردا وسيزار المؤلف نفسه مارسيل بانيول، وقد أعادت ألمانيا تقديمها. أما فاني فقد صورت 3 مرات، الأولى أدارها الفرنسي مارك أليغري، والثانية حمل التوقيع الأمريكي جوشيا لوغان، والثالثة نغم في حياتي لبركات. مثل مع كل البطلات، وفريد مثل أمام بطلات الشاشة العربية جميعا تقريبا. فسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قامت أمامه ب3 بطولات، لحم الخلود من إخراج بركات، وحكاية العمر كله إخراج حلمي حليم، وأخيرا الحب الكبير من إخراج بركات أيضا. وهو الفيلم الذي سجل عودة فاتن إلى الشاشة بعد احتجاب مدته 5 سنوات. والقائمة طويلة. صباح مثلت معه في إزاي أنساك ولحن حبي، ونور الهدى قامت ببطولة مقدرشي، ومجدة تقاسمت مع فاتن بطولة لحم الخلود ثم انفردت ببطولة من أجل حبي، وكاميليا تألقت في آخر كذبة، ومديحة يسري قامت بأولى بطولتها في فيلم أحلام الشباب، ومريم فخر الدين شاركته في عهد الهوى ويوم بلا غد ورسالة غرام، وظهر مع سميرة أحمد في شاطئ الحب، ومع شادية في ودعت حبك وإنت حبيبي، ومع سامية جمال في حبيب العمر وأحبك أنت وعفريت هانم وشهر العسل، ومع إيمان في قصة حبي، ومع زبيدة ثروت في زمان يا حب، وأخيرا مع ميرفت أمين في نغم في حياتي. وأول أفلام فريد الأطرش أنتجه استوديو مصر عام 1940، واختار له اسم انتصار الشباب، وكان الفيلم الوحيد الذي جمعه بشقيقته المرحومة اسمهان. وفي عام 1946 أسس فريد شركة الأفلام التي حملت اسم أفلام فريد الأطرش، وقدمت أغلب أفلامه، وقد استهل الإنتاج بفيلم حبيب العمر وأخرجه بركات، وأسندت بطولته إلى حبيبة العمر سامية جمال. فريد اختار لغالبية أفلامه مخرجين هما أحمد بدرخان وهوري بركات، إلا أنه استعان بغيرهما من المخرجين فيما بعد، أمثال حلمي حليم، حكاية العمر كله، وكمال الشيخ من أجل حبي، وحسين فوزي بلبل أفندي، وحلمي رفلة خفة ودلال، وعاطف سالم الذي أخرج فيلمه قبل الأخير. وكان يستعد لإنتاج فيلمين مع ممثلتين لم يلتقي بهما من قبل، واحد تقوم فيه سعاد حسني بدور سكرتيرة تحب الفنان الذي تعمل معه، فتزيف خطابات ترسلها إليه باسم المستعار وتجبره على الرد عليها، وآخر أعددت له المعالجة الأولى عن قصة أخرجها جورج سيدني عام 1956 بعنوان قصة إيدي دوتشين، وتروي سيرة عازف بيانو شهير أحب امرأة جميلة ماتت بعد زواجها بقليل، فعاش حزينة حتى غزت قلبه قريبة شابة. واخترت للقصة التي كتبها أصلا ليو كاتشر عنوان الحب الذي كان، وهو العنوان الذي تنازلت عنه وأهديته لعلي بدرخان في أول إنتاجه. قد أخرج فريد المعالجة الأولى من درجه، وتفاوض مع نجلاء فتحي لبطولتها،
ولكنه رحل قبل أن يحقق بعضا من أحلامه وأحلامنا أيضا. رائد الأوبريت السينمائية وفريد اهتم بتقديم الوجوه الجديدة للشاشة، فعاد إلى ليلى الجزائرية بأول أدوارها في أفلامه، واكتشف نادية جمال سينمائيا، وقدم كريمة المعروفة بفاتنة المعادي في إزاي أنساك، وإيمان أطلقها إلى البطولة في قصة حبي. وفريد كان يفضل نفسي اسم وحيد على الشاشة لسببين: أولهما قرب الاسم الفني من الأصلي مما يكسب الشخصية المزيد من الواقعية، وثانيا تفاؤله بالاسم، فقد تسمى به لأول مرة في فيلم لح الخلود، فحقق الفيلم إيرادات خيالية. ولا زالت أغنية جميل جمال، وهي أحد أشهر أغاني الفيلم، تذاع، وقد سبقتها العبارة التي نطقت بها فاتن في الفيلم: غني غني يا وحيد. وكان يتفاءل أيضا بظهور صديقه العزيز الراحل عبد السلام النابلسي في كل أفلامه، وقد اشترك عبد السلام في هذه الأفلام بدور الصديق الخفيف الظل أو السنيد بلغة السينما، وقد استبدله بعد وفاته بعبد المنعم إبراهيم وشوشو الذي مثل دور البوسطجي في زمن يحب. وفريد الأطرش هو رائد الأوبريت السينمائي الأول، فأي فيلم من أفلامه الأولى لم يخلو منها ومن الاستعراضات الكبيرة، خاصة في إنتاجه الخاص. وأذكر أن بركات قال لي: لو أننا حاولنا تقديم مثل هذه الاستعراضات اليوم لفاقت ميزانية الواحد منها ميزانية فيلم بأكمله، ولكن فريد لم يكن يبخل على أفلامه حتى آخر لحظة، وآخر فيلم الذي تصادف عرضه مع رحيل بطله، فالفن كان عنده مثل الحب عطاء سخيا. يا فريد، يا شاغل المقعد الذي أصبح شاغرا والقلب الذي لن يخلو فيه مكانك أبدا، لم يعد لدي بعد موتك ما أعطيه إلا الدموع، وهي العطاء الصغير الصغير جدا في الحب الكبير الكبير جدا. وبعد، فلا بد من التنبيه لبعض الأخطاء غير المقصودة التي جاءت في المقال لاعتماد صاحبه على ذاكرته ولا شك، وهي لا تنقص من قيمته ولا تخفى على عشاق فريد وجمهوره. ففيلم مقدرشي من بطولة تحية كاريوكا لنور الهدى، فنور الهدى شاركت الموسيقار بطولة فيلمين هما متقولش الحد ثم عايزة تجوز. ومديحة يسري شاركته بعد أحلام الشباب بطولة شهر العسل، كما كان لها دور كبير في لح الخلود. ومريم فخر الدين شاركته أيضا بطولة ماليش غيرك. أما سامية جمال فلم تشارك في شهر العسل، بل شاركت الموسيقار أيضا بطولة آخر كذبة وتعالى سلم ومتقول حلش الحد. وفيما يخص المخرجين فحلمي رفلة أخرج فيلم تعالى سلم، أما فيلم جمال ودلال لا خفة ودلال فأخرجه ستيفان روستي. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية، وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى. تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.